السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أسعد الله مساءكم أعزائي المشاهدين بكل الخير، أرحب بكم في هذه الحلقة الخاصة والمميزة من برنامج لقاء خاص. تعودنا في قناة الكتاب الفضائية ونحن نقترب من نهاية كل عام أن نطل ونسلط الضوء على الجامعة الإسلامية، هذه الجامعة التي تقدمت خطوات مهمة على كافة الصعد الأكاديمية وخدمة المجتمع وأيضا على صعيد البحث العلمي. هذه الجامعة باتت تحتل مكانة مرموقة على الصعيدين العربي والعالمي. استفادت هذه الجامعة من شبكة علاقات أنشأتها لتخدم بها من خلالها المجتمع وأن تطور قطاعات مهمة في هذه الجامعة. تعودنا أن نلتقي بالقائمين على هذه الجامعة الذين لا يدخرون جهدا في خدمة هذه الجامعة. يسعدنا في هذا اللقاء الخاص أن نستضيف معالي النائب جمال الخضري رئيس مجلس أمناء الجامعة الإسلامية. أرحب بك معالي النائب، وأهلا ومرحبا بك وأسعد الله مساك بكل الخير. لو يعني سلطنا الضوء على واقع الجامعة الإسلامية، إلى أي الأماكن وصلت هذه الجامعة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني في البداية يعني عندما نتحدث عن الجامعة الإسلامية نقول هذه الجامعة هي صرح أكاديمي علمي شامخ متميز رائد قوي دائما متجدد، يواكب تطور، يواكب كل ما هو جديد، يمتلك هذا المشروع رؤية متميزة ليعلو ويرتفع معه الطلاب والطالبات والعاملين في الجامعة، ليرتفع معه القطاع، يرتفع معه الكل الفلسطيني نحو أماكن مميزة على صعد عربية وإسلامية ودولية. الحمد لله رب العالمين، الجامعة الإسلامية اليوم رقم مهم بين الجامعات العالمية، ولعل ما يعني شهدناه الفترة الأخيرة من زيارة مهمة لوفد جامعة أكسفورد، 11 ممن يحملون درجة الأستاذية في مجالات الطب كانوا في زيارة لكلية الطب في الجامعة الإسلامية، وعرضتم ضمن ما عرضتم في فضائية الكتاب وباقي الفضائيات ماذا قال هؤلاء الخبراء والعلماء من جامعات بريطانيا ومن جامعة أكسفورد. قالوها بالحرف الواحد: لا نلحظ أن هناك أي فرق ما بين الطالب الذي قابلناه هنا في الجامعة الإسلامية وما بين الطالب الذي يدرس في جامعة أكسفورد، سواء كان من ناحية التحصيل العلمي، من ناحية الذكاء، من ناحية المعرفة، من ناحية التعاطي مع الحالات المرضية التي قمنا بمتابعتها. وبالتالي يعني هذا إن دل على شيء يدل على أحدث كلية في الجامعة وهي كلية الطب، وهذا المستوى المتميز والرائد الذي وصلت إليه يعني الجامعة. طبعا هذا مثال، لكن نتحدث عن كل الكليات في الجامعة التي استطاعت أن تتميز، سواء كلية الهندسة، كلية العلوم، تكنولوجيا المعلومات، الشريعة والقانون، أصول الدين، التربية، الآداب، التجارة، كل هذه الكليات الرائدة التي أعطت لطلابنا وطالباتنا فرصة للتميز والإبداع، وللأساتذة الكرام والعاملين في الجامعة ورئاسة الجامعة ومن خلفهم يقف مجلس الأمناء وهيئة المشرفين، لنرسم هذه الصورة، صورة ناصعة، صورة مشرقة، صورة متميزة، صورة أنا يعني حقيقة أخ مهند من يدخل الجامعة من كل الضيوف، من كل الوفود التي جاءت من أصقاع الأرض تزور قطاع غزة، عندما يدخل الجامعة يقولوا نحن ندخل إلى مكان آخر، نحن نعيش في جو آخر من النظام، من الانضباط، من المباني المميزة، من الكليات العلمية الرائدة، من العمل الدؤوب الذي يشهد الجامعة اليوم. الحمد لله يعني حصلت على مراكز متميزة على مستوى فلسطين، على مستوى عربي، على مستوى إسلامي، على مستوى دولي، وهي مستمرة في مسيرتها، مسيرة العلم والخير والعطاء والبناء،
هذه الجامعة التي استطاعت بتكاتف الجهود وتكاملها أن تشكل نموذجا في التميز والإبداع. نعم. طيب معالي النائب، يعني إشادات عربية ودولية بهذه الجامعة، بالطاقم الأكاديمي، بطلبة هذه الجامعة من مختلف الكليات ومستوياتهم، ولكن في كل المناسبات تؤكدون ويؤكد القائمون على الجامعة الإسلامية بأن الجامعة تنظر إلى الأمام، وبأن هناك لازال الطريق يعني تمشي وتسير فيها هذه الجامعة نحو هدف سام. إلى ماذا تنظر الجامعة الإسلامية؟ حقيقة سؤال مهم يجعلنا نعود إلى البدايات. في العام 1978 عندما تأسست الجامعة، في ذاك الوقت في وضع يعني صعب واستثنائي، كان يحتاج قطاع غزة أن يكون هناك جامعة ترعى الطلاب والطالبات، فبدأ بكلية أصول الدين وكلية الشريعة والقانون في بداية بدأت فيها الجامعة بأعداد قليلة جدا من الطلاب ومن العاملين، إلى أن وصلت اليوم إلى 20,000 طالب وطالبة بكليات الجامعة المختلفة. واستطاعت الجامعة خلال هذه الفترة أن ترسخ هذه الجذور القوية والعميقة وتعطي النموذج في العمل المتميز، وصولا إلى انطلاقات واعدة إضافة إلى ما تحدثنا فيه من كليات وأقسام، سواء كان البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه الذي افتتح مؤخرا. اليوم الجامعة تنطلق انطلاقة جديدة، انطلاقة واعدة، من خلال إقامة المستشفى الجامعي، وهو أكبر وأضخم مستشفى جامعي على مستوى فلسطين والأول في قطاع غزة. وهذا المستشفى إن شاء الله رب العالمين هو باكورة لعمل طبي مميز ورفض ودعم القطاع الطبي داخل فلسطين وقطاع غزة بنموذج متميز من الخبرة والعمل، وهذا جاء طبعا بدعم وبإسناد الأشقاء في تركيا وبتوجيهات خاصة من السيد رجب طيب أردوغان الذي يشرف بشكل مباشر على أن ينجز هذا المشروع بأفضل ما يمكن. وبالتالي هذا مشروع يعني عندما تتحدث عن 160 سرير في هذا المستشفى، يعني تتحدث عن قلعة علمية، عندما تتحدث عن انطلاقة كبيرة في مجال خدمة المجتمع من خلال مشروع إرادة، هذا المشروع العظيم العملاق الذي رعى قرابة 400 من مصابي حرب غزة والذين أصبحوا الآن في عداد المنتجين وأتيحت لهم فرص عمل، والكل شاهد ما هو مشروع إرادة. هو إرادة تقهر المستحيل، هو إرادة تنجح في أن تعطي الأمل لأبنائنا، لأهلنا، لهؤلاء، هذه الشريحة المهمة من شعبنا الذين ضحوا والذين أعطوا والذين قدموا، وبالتالي كان الجامعة وقفة معهم إلى أن وصلوا إلى ما وصلوا إليه من هذه الدرجة المتميزة. وقد يعني انبهر الجميع مما تقوم به إرادة ويقوم به هذا المشروع المتميز، إضافة إلى مشروع الذي بدأ في الجامعة ولا زال، وهو مشروع إذاعة القرآن الكريم التعليمية، والتي كانت باكورة العمل الإعلامي الإذاعي في الجامعة، واليوم هي تعتبر إحدى الإذاعات المحلية المميزة والتي تعطي الكثير، إضافة إلى قناة الكتاب الفضائية، بداية تأسيس قناة الكتاب الفضائية وانطلاقها، وانطلقت من الجامعة الإسلامية ومن رؤية الجامعة الإسلامية في أن يكون لها محطة فضائية، يكون لها منبر إعلامي مميز تنطلق فيه لتخدم المجتمع الفلسطيني، تخدم الكل الفلسطيني. والآن الفضائية أصبحت إحدى الروافد الجامعة، وأخذت استقلالا إداريا وماليا عن الجامعة ضمن مجلس إدارة يرعى شؤونها، لكن تبقى يعني هذه الفضائية لا تنسى فضل الجامعة في بدايات التأسيس، أنها هي التي انبثقت عن الجامعة. أيضا الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية، هذه الكلية الرائدة المتميزة
بدورها وأدائها وبعملها وأقسامها المختلفة. اليوم الكلية الجامعية لا يعني لا أبالغ إذا قلت لك هي رقم واحد على مستوى فلسطين، بل رقم الأرقام الأولى على المستوى العربي والإسلامي. أعطت وأعادت الاعتبار للتعليم التقني والمهني والتطبيقي في أن يأخذ دوره. هناك مشروعات عدة الآن يتم إنجازها في الكلية الجامعية. سيتم افتتاح ورشة السيارات، وسيتم افتتاح العديد من المشروعات العملاقة والطموحة داخل الكلية الجامعية. مراكز متعددة، مراكز التميز، مراكز الريادة، مراكز التكنولوجيا المعلومات، كل هذه المشروعات أمام الكلية الجامعية مشاريع كبيرة ومشاريع رائدة. وطبعا هنا لابد أن نقول أن العمل الدؤوب أيضا لرئيس الكلية ولأعضاء المجلس الكلية ولكل العاملين فيها لدورهم المميز والبارز. فرع الجامعة في الجنوب أيضا وبما له من دور أساس ورأي، كل هذا يعني يعطي الجامعة ويضعها في مراتب متقدمة متميزة. فلو رأيت ماذا تحدثنا عن التعليم في الجامعة الإسلامية، أنا أيضا ما فعلته الجامعة مع الأسرى المحررين وكيف أفسحت لهم أماكن في الجامعة الإسلامية وأعطتهم كل الفرص ليلتحقوا بالجامعة وبكلياتها وبمراكزها، وأعدت لهم الدورات الخاصة لتدريبهم وتأهيلهم وأعطائهم كل الإمكانيات للالتحاق بالجامعة. أيضا أبناء شعبنا في الخارج في الدول التي كان فيها يستحيل أن يستمروا في تعليمهم، أفسحت لهم الجامعة أيضا أماكن مميزة لكي يلتحقوا بهذه الجامعة ويكملوا الدراسة. أيضا ممن هم أبناء شعبنا في الدول العربية المختلفة والذين رغبوا في أن يرسلوا بأبنائهم وبناتهم ليتعلموا هنا في الجامعة، أيضا احتضنتهم الجامعة. هذه هي الجامعة. الجامعة الإسلامية هي الصرح العلمي الأكاديمي، وهي درة التاج للشعب الفلسطيني. ونقول بإذن الله تعالى ستبقى هذه الجامعة معطاءة، ستبقى هذه الجامعة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة ومجالات الأدبية والشرعية، كل هذه المجالات ستبقى تعطي وتقدم. إذن معالي النائب، الجامعة لم تحصر نفسها داخل أسوارها، بل انطلقت نحو المجتمع، انطلقت نحو فئات هذا المجتمع من أشخاص ذوي إعاقة، من أسرى محررين، إلى كل فرد في هذا المجتمع تقدم له الخدمة، ولا تقدم فقط الخدمة للطالب داخل أسوار هذه الجامعة. ولكن معالي النائب، هذه النجاحات وهذه الإنجازات، وفي ظل علمنا أن الجامعة أيضا تبحث عن الأفضل، ولكن الطريق ليست سهلة والمهمة ليست سهلة أمام الجامعة الإسلامية، ما الذي يجعل الجامعة مصممة وقوية نحو في طريقها نحو هدفها؟ بكل تأكيد يعني نحن في الجامعة نقول أن الأزمات، الصعوبات، الأوضاع الصعبة كما نعيش في هذه المرحلة، مرحلة حصار، مرحلة خنق أو محاولة لخنق، كل شيء يتحرك في قطاع غزة، سواء كان في مجال الكهرباء، في مجال المياه، في مجال الصرف الصحي، في مجال التعليمي، في المجال الاقتصادي، في المجال الإنساني، في المجال الاجتماعي، حصار خانق مطبق ومحاولة لقتل هذا الشعب الفلسطيني من خلال هذا الحصار. هذه أوقات رغم صعوبتها ورغم تأثيرها، لكن نحن نقولها بشكل واضح دائما، الجامعة الإسلامية عودتنا في الشدائد، في المحن، في الأوقات الصعبة، مهما كانت الصعوبة دائما تخرج منها إلى منحة من الله سبحانه وتعالى، دائما تخرج منها إلى ما هو أفضل، دائما تخرج منها إلى مشروعات أكثر تطورا، أكثر طموحا. وهذا جربناه على مدار 20 عام سابقة، وأنا أرأس فيها مجلس الأمناء في الجامعة، ما جاءت فترة فيها صعوبة وفيها محنة إلا كان بعدها المنحة من الله سبحانه وتعالى بمشروعات عملاقة، بانفراجات مميزة، بعمل دؤوب، بعلاقات مميزة. وبالتالي أقول نحن نعمل في ظل الظروف الصعبة بأفضل ما يمكن، لأننا نقبل التحدي، نقبل تحدي الواقع، نقبل أيضا
ونضع بين أعيننا ونضع في قلوبنا وفي عقولنا وفي ضمائرنا مصلحة أبنائنا من الطلاب والطالبات في الجامعة، وهم عماد هذه الجامعة، وهم الركن والركيزة الأساسية في جامعتنا، وهم المستقبل، هم القادة، هم المسؤولين، هم من سيحمل الأمانة في مستقبل مشرق. وبالتالي نحن نجتهد ونعمل كل ما بوسعنا من أجلهم، من أجل أن يكونوا في وضع أفضل، ومن أجل أن نقدم لشعبنا ما هو أفضل. وفي هذا الإطار يعني نحن لا نقف، نحن متحركون. يعني على سبيل المثال كمجلس الأمناء، هناك الآن عملية رفض لمجلس أمناء الجامعة الإسلامية بطاقات مميزة، بطاقات جديدة، بضخ دماء جديدة ضمن مجلس الأمناء، سواء كان كأعضاء في مجلس الأمناء أو في رئاسة مجلس الأمناء. في كل المواقع يجب أن يكون هناك تطور، ويجب أن يكون عمل مستمر، ويجب أن نرفد كل هذه المواقع وبقوة كي تحمل المسؤولية وتحمل الأمانة وتتقدم في مواقع العمل المختلفة في الجامعة، تتواصل الأجيال. ونحن هنا نقول بكل وضوح وبكل سرور، لابد من بناء متكامل للجامعة، سواء كان في رئاسة الجامعة في الدورة القادمة لرئاسة الجامعة، سيكون هناك أيضا ضخ دماء جديدة في مجلس الأمناء كما قلت لك، كأعضاء وكرئيس مجلس الأمناء سيتم ضخ دماء جديدة لتحمل أمانة، ونحن سنكون جميعا نعمل من أجل أن نرتقي بهذه المؤسسة، نرتقي بهذه الجامعة العظيمة العملاقة التي من يعمل فيها سواء كان في هيئة المشرفين، في مجلس الأمناء، في الطاقم الإداري، في الطاقم الأكاديمي، هو في موضع مميز متميز، لأنه يعمل في مؤسسة رائدة، وهناك أبواب كثيرة من الخير التي تفتح له لكي يقدمها لشعبه، لأهله، لمجتمعه. وهنا لعل في الجامعة عندما تقوم بعمل ما أنت تلمس النتيجة وترى هذا الانطباع وترى هذه النتائج وهي متمثلة في الخريج والخريجة في يوم الفرح، في يوم السرور، في يوم التخرج، كيف يقف هذا الخريج وقد ارتسمت البسمة على وجهه، وجه أهله وأقاربه، وهو ينظر إلى الحياة وينظر إلى الأمل، إلى المستقبل، ينظر له بكل السرور. نحن نصنع الأمل لشعبنا، نحن نصنع الأمل لجامعتنا، نحن نصنع الأمل لهذه الأمة، هذه الجامعة الإسلامية، هذا دورها، هذا. وبالتالي هناك مستقبلا، أنا أقول بكل وضوح، هناك مشروعات طموحة، مشروعات كبيرة، مشروعات عملاقة للجامعة الإسلامية تمضي في هذا الطريق لتصل بإذن الله تعالى إلى ما تريد وإلى ما تحقق ضمن رؤية تكاملية، وضمن تفعيل كل الطاقات في الجامعة، ضمن هذه المسيرة من النجاح الذي يتلوه نجاح، وهذا هو ديدن الجامعة الإسلامية بغزة. معالي النائب، يعني شهدنا أن الجامعة أصبحت مركز جذب للوفود العربية والأجنبية، كل هذه الوفود تأتي للجامعة الإسلامية تطلع على إنجازات هذه الجامعة، تشيد الزائرون للمرة الأولى في الجامعة الإسلامية يتحدثون أنهم مندهشون مما يشاهدونه في الجامعة، لم يتوقعوا أن يشاهدوا مؤسسة أكاديمية فلسطينية في ظل الحصار بهذا المستوى الأكاديمي والمستوى الراقي على كافة الصعد. الآن كيف تقيمون شبكة العلاقات الدولية التي يعني أنجزتها وأنشأتها الجامعة الإسلامية؟ لا شك أن الجامعة تتمتع بفضل الله سبحانه وتعالى بعلاقات مميزة عربيا، إسلاميا، دوليا، من خلال سواء كان مجلس الأمناء أو رئيس الجامعة الدكتور كمال إنشعث، الذي لعب دورا مميزا وبارزا في ترسيخ مفاهيم رائدة ومبدعة. وأيضا لا ننسى هنا أيضا أستاذ الدكتور محمد عيد شبير، الذي عمل معنا أيضا ضمن رؤية متكاملة كرئيسا سابقا للجامعة. كل هذا أعطى يعني هذه القوة للجامعة، الجدية، الإخلاص، التفاني، إنكار الذات. لا تجد
يعني لا في رئاسة مجلس الأمناء ولا في رئاسة الجامعة من يحرص على المنصب أو يحرص على الموقع أو يحرص على المكانة، بل العكس تماما، نحن نعتبر أن هذا المنصب أو هذا الموقع هو تكليف وليس تشريف. نعم. هو مثار عمل، من يتولى المسؤولية في هذا المكان، من يتولى المسؤولية في هذا الموقع كرئيس لمجلس الأمناء أو كرئيس للجامعة هو عبء، وهو يعطي ولا يأخذ، بالذات مجلس الأمناء. نعم. مجلس الأمناء ورئيس مجلس الأمناء هو يعطي من موقعه ويبذل من جهده من وقته ويعمل ليل نهار من أجل تقدم ورفعة هذه الجامعة. رئيس الجامعة على سبيل المثال الدكتور كمالين شعث الذي لا يغادرها قبل العشاء، وفي كل أيام الحرب كان يداوم. نعم. داخل الجامعة ولا يغادر الجامعة. وهل هي الجامعة الإسلامية دكتور محمد العشبير الذي يعني أنا رافقته في عدة زيارات وفي عدة جولات في الخارج، الانتماء لا يمكن أن نصفه والإخلاص لا يمكن أن نتحدث عنه، هذه نماذج بفضل الله سبحانه وتعالى وبتوفيق الله سبحانه وتعالى تتقدم وتقدم للجامعة وتفتح الأفق نحو مستقبل أفضل، مستقبل مشرق، ونحو علاقات وطيدة. والحمد لله ما رأيت في الجامعة وتراه من الجامعة ما جاء إلا من الثقة الكبيرة والثقة الغالية التي حصلت عليها الجامعة على كل الصعد العربية والإسلامية والدولية في تمويل مشروعاتها، مبانيها، منشآتها، كلياتها. هذا كله هو حصاد الإخلاص، هو حصاد الصدق، هو حصاد التعاون وإنكار الذات، وحصاد أن تبذل من أجل أن تبني، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب معالي النائب، يعني رسالة توجهونها يعني في ونحن نقترب من نهاية هذا العام إلى محبي الجامعة الإسلامية وإلى كل من يهتم بأمر الجامعة الإسلامية، إلى أحرار العالم خاصة ونحن نعلم أن الجامعة لم تعد رمزا أو يعني مؤسسة أكاديمية تقليديا، أصبحت رمزا للتحدي والصمود، بجانب أنها رمزا بجانب أنها رمز للتنوير وللعلم. ما هي الرسالة التي توجه حول هذه الجامعة، وعلى ماذا تؤكد وتجدد تأكيد الجامعة الإسلامية؟ يعني أخ مهند، لو قلنا لأنفسنا وقلنا لأبناء الجامعة ولأهل الجامعة قبل 15 عاما أن نريد أن تتصوروا أو أن تحلموا أو أن تعطونا يعني أقصى ما يمكن أن تتخيلوا أن تصل إليه الجامعة بعد 15 عاما، كل من سيتوقع لن يتوقع أن يصل إلى 1 على 10 أو 1 على 20 مما وصلت إليه الجامعة اليوم. وبالتالي ما نحن فيه اليوم هو أولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى، ثم بجهد كل هؤلاء المخلصين الصادقين الذين أحبوا الجامعة، أحبوا الجامعة من الذين أعطوها بسخاء، سواء كان أفراد، سواء كان مؤسسات، سواء كان حكومات، سواء كان مستويات رسمية، وهم أكيد يسمعوننا الآن، وأنا أقول لهم شكرا لكم. نعم، أنتم بنيتم مؤسسة تفتخرون بها، أنتم بنيتم صرح علمي عظيم لكم فيه الأجر بإذن الله تعالى، ولكم فيه الثواب، ولكم فيه الولد الصالح، ولكم فيه العمل الصالح، ولكم فيه الدعاء الصالح. نعم، هناك أشخاص لا يمكن أن نصفهم ممن دعموا هذه الجامعة بكل ما يملكوا، هناك مؤسسات أيضا دعمت هذه الجامعة بكل ما تملك، هناك حكومات وهناك دول أعطت لهذه الجامعة وقدمت لها بلا حساب وبلا حدود. هذا حقيقة هو المحرك الأساسي بعد توفيق الله سبحانه وتعالى لكل ما تراه في هذه الجامعة العظيمة، الجامعة العملاقة. وبإذن الله تعالى هذه النقطة التي وصلنا إليها هي نقطة انطلاق جديدة لمرحلة جديدة بإذن الله تعالى في التطور، في النمو للجامعة، في العلاقات المميزة للجامعة، علاقات مع جهات دولية وعربية وجامعات مختلفة. هو أيضا يأتي ضمن رؤية مستقبلية لمشروعات
طموحة للجامعة لتشغيل هذه المشروعات أيضا. نتحدث عن المستشفى الجامعي وما يحتاج من جهد كبير عن تطوير مشروع إرادة، عن تطوير مشروع الفضائية، تطوير مشروع الإذاعة والكلية الجامعية وفرع الجامعة بالجنوب، كل هذا يحتاج إلى جهد كبير، إلى تطوير، يحتاج إلى دعم مالي، يحتاج إلى دعم أكاديمي. طبعا تطوير البحث العلمي ودور الجامعة في هذه الريادة، الشراكات التي تعقدها الجامعة اليوم ضمن المشروعات الدولية والأوروبية التي تنطلق في أكثر من مكان، هذه هي الجامعة راسخة، جذورها راسخة بإذن الله تعالى، ستبقى كذلك، ستبقى قوية، ستبقى متميزة، ستبقى معطاءة. وبالتالي نقول إذا كان يعني عام مضى أو أعوام مضت على الجامعة، بإذن الله تعالى ينتظرنا، ينتظر أهلنا، ينتظر شعبنا، ينتظر من يتحمل المسؤولية الكثير لنقدمه لشعبنا، لأهلنا، لأمتنا. ونشكر مرة أخرى، نقدم الشكر لكل من قدم ولكل من أعطى ولكل من ساهم في بناء وتقدم وتطور هذه الجامعة، نقول لهم جزاكم الله كل خير. يعني في ختام هذا اللقاء لا يسعنا الا نشكرك معالي النائب جمال الخضري رئيس مجلس امناء الجامعة الإسلامية، عانكم الله ووفقكم الله باذن تعالى يعني في خدمة هذه الجامعة وفي خدمة هذا المجتمع وابناء فوطننا فلسطين، وحياكم الله. ولازم تحية خاصة لقناة الكتاب الفضائية، يعني لابد ان احييكم على جهودكم وعلى دوركم. حقيقة يعني قناة الكتاب استطاعت ان تجد لها مكانا مميزا بين الفضائيات، رغم فترة زمنية قصيرة، لكن الحمد لله إنجاز كبير، متابعة حثيثة. يعني أنا أمس الأول اتصل بي أحد الأشخاص من تونس وكان يريد أن يجري معي يعني لقاء إذاعي، وقال لي أنا لا أشاهد إلا قناة الكتاب الفضائية. والحمد لله رب العالمين، يعني القناة تتقدم، لكن هذا يجب أن يكون مثار فخر وعمل ودافع لمزيد من الإنجاز. أمامنا أيضا في قناة الكتاب مشروعات كبيرة ومشروعات طموحة إن شاء الله، بجهد الجميع، مدير القناة المهندس وسام والرؤساء الأقسام ونائب المدير، كل هذه المجموعة المميزة في أقسام القناة المختلفة، في الشباب اللي يتابعوا الآن بينقلونا على الهواء سواء كان في الاستوديو ولا في الهندسة، الشباب اللي بيعدوا، شباب المخرجين، الجرافيك، المراسلين، المصورين اللي يعني نشاهدهم في كل مكان وهم يعني ما بيدخلوا جهد إلا بالمعدين، التحرير، الناس ننسى حد مين ضايع كمان، المونتاج، كل هذه المنظومة الرائدة المميزة، الخدمات اللي ما بيقصروا أيضا في والمذيعين عملهم، المذيعين طبعا هم النجوم اللي دائما احنا بنفخر ونحبهم، ودائما وجوههم الطيبة الجميلة على شاشتنا العظيمة. شوف بإذن الله تعالى، الله سبحانه وتعالى راعي هذه المسيرة، سيقدر لها الخير وسييسر لها من حيث لا نحتسب بإذن الله تعالى. بإذن الله. أسعدنا هذا اللقاء وسعدنا هذه الكلمات المحفزة معالي النائب جمال الخضري رئيس مجلس أمناء الجامعة الإسلامية، نشدد الشكر لك وحياك الله. أعزائي المشاهدين، التحية موصولة لكل من تابعنا وتابع هذا اللقاء الخاص عبر قناة الكتاب الفضائية، وإلى اللقاء في لقاءات خاصة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.